إن الشباب هم الهبة، بجوارهم تحل الحياة. من رمى منهم همة فلسوف يلقى المعجزات. بسواعد لشبابنا نبني بها جيل الثبات. فسل العلا عن خالد سيف الإله على الطغاة، وسل الندى عن طلحة ذي همة في المكرمات. إيمانهم في صدقهم، إخلاصهم حبل النجاة. هجروا الملاهي والخنا وتسابقوا في التضحية. إن الشباب هم الهبة. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كلامي عن الحب في حياة الشباب. إن نفسا لم يشرق الحب فيها هي نفس لا تدري ما معناها. أنا بالحب قد عرفت نفسي، وبالحب قد عرفت الله. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الواحد بالآخر قال له: كيف أصبحت؟ كيف حالك مع الله؟ كيف قلبك مع الله؟ يلتقي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بسيدنا حنظلة، قال: كيف حالك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. فالصحابة كان لهم قلوب إذا تغيرت عليهم سموا ذلك نفاقا. فقال له الصديق: كذلك أنا. فهلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحل لنا هذا اللغز. فلما قال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا عافسنا الأهل والضيعة والأولاد نسينا. وإذا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام قال: لو بقيتم على ما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة. وإذا بنبينا قال صلى الله عليه وسلم عندما قال له حنظلة: نكون عندك، عندية الصلاح، عندية النبوة، عندية الإشراق، عندية الحب، عند ذلك يذكرنا الجنة والنار، يرقى بهم حتى كأن الجنة رأي عين، حتى كأن الجنة رأي عين، وكأن النار رأي عين. لهذا ما أجمل أن نتفقد بعضنا كما يتفقد أهل الباطل بعضهم، عند ذلك ونرقى باجتماع بحب ووئام. قال أبو سليمان الداراني: إني لأجعل اللقمة في في أخي أحس حلاوتها في حلقي. وقال أحدهم: إلى أي مدى؟ لما سئل: بلغ حبك لأخيك؟ قال: إذا طلب إحدى عيني وهبته إياها معتذرا عن الأخرى حتى أراه بها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في النهاية: ولكن ساعة وساعة للنفس إقبال وإدبار، فإذا أدبرت فعليك بالفرائض، وإذا أقبلت فعليك بالسنن. لهذا أيها الأحبة الكرام، إخواني أحبتي، لما وصل هارون الرشيد بموكبه إلى الرقة وإذا بالناس تسامعوا قدوم أحد الناس الطيبين العلماء، فانجفلوا إليهم وتقطعت منهم النعال وسبقت أشواقهم أجسادهم. فقال الزبيدة: من هذا؟ فقيل لها: هذا ابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث، هذا التقي النقي الطاهر العلم. قالت: يا هارون، هذا الملك لست أنت، أنت ملكت الرقاب وهذا ملك القلوب. ومن ضوابط الحب هذه القصة القصيرة مع الشاعر الأصمعي الذي صعد في مرة إلى جبل فوجد منحوتا على صخرة: ألا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى ماذا يصنع؟ فكتب له ردا قال له: يداري هواه ويكتم سره ويخشع في كل الأمور ويخضع. فعاد في اليوم التالي الأصمعي، عاد في اليوم التالي فوجد العاشق قد كتب له: وكيف يداري والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع.
فرد الأصمعي عليه قائلا: إذا لم يجد سبيلا لكتمان سره فما له سوى الموت ينفعه. ثم عاد مرة أخرى فوجد العاشق قد كتب: سمعنا وأطعنا ثم متنا، فبلغوا سلامي لمن كان للوصل يقطعه. فكتب له خاتمة، كتب الأصمعي خاتمة له: هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم، وللعاشق الولهان ما يتجرعه. ماذا نستطيع أن نفهم من هذا العنوان الجامعة الرمضانية؟ الجامعة الرمضانية بما يخص الشباب تعرف، نعم. يعني الجامعة هي فيها حدث روح كليات، نعم صحيح. فسوينا هذا مثل كأنه جامعة تدخل بكليات، نعم. تدخل بكلية في القدم، تدخل بكليات عشر الأوائل، تدخل بعلاج العشر الأوسط، أول ورحمة أوسط المغفرة آخر روح تتم النار، نعم. تدخل بكلية الانتصار والجهاد الذي كان في رمضان، وكيف كان عز المسلمين في رمضان. نعم. تدخل في العيد، معارك. كيف عيد المسلمون، نعم. كيف عيد المسلمون. تدخل إلى الأحكام الفقهية الموجودة في اللي تحتاج الإنسان المسلم في رمضان، كل هذا وأكثر من ذلك موجود من هذا الكتاب اللي يسمينه، وببركة هذا الكتاب طبع 6 طبعات أو 4 طبعات الحمد لله. ما شاء الله، بارك الله فيكم، الله وجزاكم الله خيرا. عنوان يعني نعشقه: الرحمة المهداة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أوسمة وشهادات. ماذا تقصد أوسمة وشهادات؟ والله يا أخي هذا الكتاب حبيب إلى قلبي. كيف حبيب إلى قلبي؟ نعم. هذا طبع هنا في مكة وطبع في حلب قبلها. أما قوله حبيب إلى قلبي، أنت تسمع الهجوم الشرس من أعداء الإسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسومات المسيئة، نعم. التي حدثت، فقمت أنا بجمع هذا الإيش وقلت: أوسمي من الله ومن العقلاء وشهادات من علماء الغرب، هؤلاء المفتونين فيه. فجمعت الأوسمي التي وضعها الله على صدر النبي والتي وضعها في الكتب السابقة على النبي عليه الصلاة والسلام، ووضعتها الأخلاق العالية للنبي عليه الصلاة والسلام وواجب الأم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت حتى كان في النبي حتى في فصل اسمه النبي والمرأة ضمن هذا الكتاب. فإذا وشهادة عقلاء الغرب وماذا تكلم الشعراء، كل ذلك جمعته في هذا الكتاب الطيب. فهذا الكتاب أقول كتاب الفرد المسلم وكتاب الأسرة المسلمة وكتاب المرأة المسلمة أيضا، يعني يعطيك ثقافة. التقيت من كم يوم واحد عنده إعلان في باريس، قلت له: والله سأعطيك هذا الكتاب اللي تدرس فيه، رائع جدا. بيعطيك، قال لي: والله إن شاء الله سأزورك وأخذ هذا الكتاب. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. يعني باختصار نحن نأخذ يعني لب يعني المحتوى في هذا الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ما ينال الدرجات
حيوية بدمائهم لا يركنون إلى السبات. فإذا أردت شجاعة فاطلب فهم نبع الحياة.